واحده برضو من البارامترز مهمه قوي، انا عايز اعرف السلايس ثيكنس عباره عن ايه. فعشان اعرف السلايس ثيكنس عباره عن ايه يبقى لازم احط فانتوم معين واقيس السلايس ثيكنس ده بيساوي كام. عاده انا بقيس برضو دول طريقه ان انا اقيسه بيها طبعا. ويعني عامه احنا بنقيس النومينال ثيكنس دوت على انه اللي هو الفول ويف تو هاف ماكسيمم من الايه، من البروفايل بتاع السلايس نفسها. اوكي، ففي عندنا طريقه الحقيقه ان احنا نقدر نقيس بيها السلايس بروفايل دوت، ونقدر بيها الحقيقه نقيس بقى منها اللي هو عند البوينت 5 عندنا البروفايل بينزل عند بوينت 5 امتى، ونقدر نقيس الايه السلايس ثيكنس ده بيساوي كام. طبعا كل ما كان عندنا السلايس ثيكنس كل ما قل، كل ما كان المكنه نفسها تقدر تعمل سكاننج لايه للسلايسز تبقى ثينر، يعني يبقى الريزولوشن بتاعتي في ال 3 دي بقى للفوليوم بتاعي تبقى اعلى. اوكي، وبيسكلي احنا يعني الارقام اللي موجوده حاليا، يعني ممكن نتكلم بقى على حاجات ممكن تبقى قلت شويه عن كده كمان، يعني ممكن تبقى من 0.4 ل 10 ملم، بس اكشوالي احنا ممكن نقل عن كده كمان في المودرن ماشينز دلوقتي، بقت ممكن انها تدينا سلايس ثيكنس اقل من كده، يعني ممكن تبقى نص كده او حتى ممكن توصل ل 1 ملم يعني.